بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير على كل متابعيني. دلوقتي هنبتدي مع بعض نقفل الطقم اللي احنا قصيناه مع بعض في الحلقة اللي قبل كده. هنبتدي دلوقتي نقفل مع بعض. اول حاجة هنقفلها الملاية. دلوقتي احنا عاوزين فول ابيض عشان نحطه على حرف الكورنيش وعلى الخدوديات. معاكي كيسين المخدة. كيسين المخدة هيتقفلوا عادي خالص زي ما انتم شايفين اهم. ده كيسين المخدة هيتقفلوا عادي خالص. هيتقفلوا ازاي دعاء؟ هتتني الجزء ده على الجزء ده كده وهيتقفلوا من الجنب ده. دي اول حاجة في المخدة، هيتقفلوا من الجنب ده كده بالطول، والجزء اللي بيدخل منه المخدة ده انا ما بقفلهوش تانية على تانية. انا بقفله دلوقتي بطريقة حلوة قوي، بعمله اوفر واتني على الاوفر، بيدي منظر شكله حلو قوي. هوريهولكم دلوقتي برضو في الفيديو، بس هبتدي اقفل ده من الجناب عشان ادخل اقعد على الاوفر. ونقول بسم الله. دلوقتي خلصنا المخدتين وقفلناهم من الجنب وهنعملهم اوفر. دلوقتي معاكم الكورنيش، ده تاني حاجة. الكورنيش اكيد كلكم فاكرينه اهو، اللي احنا عملناه عشان نحطه على الكورنيش بتاع الملاية. ده برضو هيتعمل اوفر، يبقى دي مرحلة الاوفر. جينا بقى عند الكورنيش اللي هنكشكشه، اللي قصيناه متر وعملنا 50 و50 سنتي. هنمسك الاتنين مع بعض، واحسن حاجة تعمليها قص البرسل دول الاتنين مع بعض، اللي هو المتر اللي احنا قصيناه اتنين مع بعض. بصوا يا بنات معايا كده، هنقفل الجنب اللي احنا هنمسكه دلوقتي مع بعض. مسكنا 50 سنتي مع ال50 سنتي دلوقتي مع بعض كده، وقصينا البرسل عشان ما ينزل تحت الاوفر ما يبقاش شكله وحش. او قصينا الاتنين مع بعض. هنبتدي نعمل الجزء اللي قصيناه دوت وخيطناه، هنعمله اوفر مع الكورنيش مع كيسين المخدة، وهنقول لكم بعد كده هنعمل ايه. وخلوكم معايا. بصوا يا بنات كده معايا، ان انا قفلت خلاص كيس المخدة، عملته اوفر من الجنب وعملته اوفر من عند الحتة اللي بيدخل منها المخدة، اللي هي 45 سنتي، اللي هي 90 دوران. زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو، ده الاوفر، قفلتها على الاوفر، بتطلع بالنظافة دي وشكلها حلو جدا. كده خلصنا كيسين المخدة. هنبتدي في المرحلة التانية. المرحلة التانية ايه؟ ان انا خلاص عملت الدوران اوفر زي ما انتوا شايفين اهو. الدوران ده انا عملته اوفر، ركبي فيه الفل قبل ما تركبيه على الملاية، احسن لك تركبي الفل عليه
قبل ما تركبيه على الملايه، عشان لما تيجي تركبيه هو على الملايه الكورنيش اللي تحت منه ما يضايقكيش، وتروحي واخده بالغرزه غصب عنك الفل مع دي مع الكورنيش الدنيا كلها هتبقى زحمه. فخلصي المرحله مرحله، هتلاقي نفسك خلصتي الملايه ولميتيها بسرعه. انا هحط الفل على الحروف بتاعه الدوران وهوريها لكم بعد ما اخلصها، اقول لكم المرحله اللي بعد كده ايه. ادي اول مرحله خلصت وركبنا الفل زي ما انتم شايفين، الدوران اهو واضح جدا بالفل، هيبقى شكله جميل قوي. هنبتدي كده نقفل بقى اول ايه او تاني مرحله. تاني مرحله ان احنا خلصنا ده، هنبتدي نجيب الكورنيش بتاعنا اللي هو ده. انا دلوقتي بدلا ما اتني تانية ورا فوق تانية من الديل كده زي ما انتم عارفين الطريقة المعتادة بتاعتنا، لا انا عملت اوفر ونضفته، هتني كده عادي وخيط بالخيط من هنا وهيبقى نفس الشكل بتاع الكيس المخد. هخيطه برضو هقول لكم هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا بنات معايا دلوقتي، انا خلصت تاني الديل على الاوفر زي ما انتم شايفين اهو بشكله الحلو ده، ده كده تاني الديل. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ان انا احط الدواس بتاعي بتاع الكشكشه، ده الدواس اللي عندي بالمنظر ده، ده دواس الكشكشه. هنبدله، هنشيل العادي اللي هو بتاع المكنه ونحط دواس الكشكشه ونقول لكم نكشكش ازاي. بصوا يا بنات انا كده ركبت الدواس بتاع الكشكشه، هسيب من هنا بالظبط مسافه 20 سنتي 25 سنتي وهبتدي ان انا كشكش الكورنيش بتاعي ونقول بسم الله. في ناس كتير بيقولولي ان الدواس ده ما بيكشكش، انا بقفل المكوك على الاخر خالص، المعيار بتاعي قصدي، بقفله على الاخر خالص، المعيار اللي بيبقى هنا اهو، المعيار اللي بيبقى هنا كده انا بقفله على الاخر خالص تمام، وابتدي اكشكش. لا يا كشكشة معاكي خفيفة، حطي صباعك هنا، حطي صباعك ده هنا من ورا الدواس اهي، هتلاقي الكشكشه بتاعتك بتتقل وبتتخن اكتر. خلاص يا بنات متفقين ان الكشكشه لو لقيتيها خفيفه معاكي حطي صباعك في اخر الدواس من ورا، لو لقيتيها شغاله وتمام وبتكشكش معاكي كويس زي ما انا ماشيه كده اهي، مكشكشه كويس اهي زي ما انتوا واضح لكم تمام، كملي على هذا النمط. ما كشكشتش كويس، عشان في ناس كتير ما بتكشكش كويس مهما قفلت المعيار يا دعاء من فوق ما بتكشكش كويس، لا حطي صباعك من ورا كده وانت بتكشكشي هتكشكشي اكتر من اللي انا بكشكشه وتطلع كشكشه كتيره. بس انا يعني مبسوطه بالكشكشه اللي انا بكشكشها دي دلوقتي، حلوه مش وحشه يعني مظبوطه، بس قدامك كده وقدامك كده. هكمل بقى انا الكشكشه وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بصوا يا بنات معايا ده كده الكورنيش اللي احنا حطيناه له الفل، هيتحط على الملايه، دي الملايه هيتحط على الملايه اهي. البرسل بيبقى جاي من عند الراس ومن عند الرجلين، يبقى انت في اي جنب من الجنبين التانيين اللي انت قصه منهم هتحطي الكورنيش. الكورنيش الوش على الوش، حطيه على الملايه اهو، هنبتدي فيه من اول هنا كده، حطي الوش على الوش وبعد كده هتروحي حاطه ايه، حاطه الكورنيش بتاعك برضو الوش على الوش بتاع الملايه، عشان لما كل ده يتقلب كده ودي تتقلب كده يبقى كل الطبقتين دول على بعض ودي تبقى على القرصه بتاعه السرير تمام. ادي اول حاجه الوش على الوش، الكورنيش الاول، الكورنيش الثاني برضو الوش على الوش تمام. هنبتدي كده في الاول خالص، احنا سايبين 20 سنتي 25 سنتي فاضي من غير كشكشه، وتبتدي انت تخيطي الثلاثه مع بعض، تبتدي انت تخيطي الثلاثه مع بعض، الثلاث طبقات اللي احنا متفقين عليهم اهم هنخيطهم مع بعض، وبعد كده هنبتدي نشوف شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي. بصوا يا بنات كده انا ثبتت الثلاث طبقات، بقى دي القرصه وده الكورنيشين، عملت اوفر في الجزء اللي ورا اللي احنا مسكنا الكورنيش فيه عملناه اوفر، وبعد كده عملت الثلاث جوانب برضو اوفر عشان اتني التانيه بتاعتي كده ويبقى على نظافه.
هاتني الملاية حوالين داير، وبعد كده هحط الفل هنا في الحرف اللي فوق ده اللي هو عرضه 2 متر ونص، هحط فل كده. بقى خلصت الملاية، ويستنوا معايا الفيديو بتاع تقفيل الخدادين، هبتدي اقفلها واوريها لكم بعد ما اقفلها. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. ادي الملاية ده كده بعد ما اتقفلت. طبعا هي مش واضحة الا لما افرشها على السرير عشان تبقى واضحة اكتر، بس استنوا معايا الفيديو بتاع تقفيل الخدادية ونشوف الطقم على السرير في الاخر عامل ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياريت تحط لايك وسبسكرايب للقناة لكل اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل اشعاراتي بالفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.